عطى الميكروفون. اكلمك بمنتهى الهدوء. وانا بمنتهى الهدوء ما يحتاج الغلط على بعض. هادي نفس صاحبك زيد، خلي اتكلم. انا لما قدمنا مقترح قدم من مجموعة اولا لا صاحبي يشرفني زمالة اي عضو، فخليك في موضوع ما اسمع شنو قلت. ما اسمع. يشرفني زمالة اي عضو. اي اوكي هذا إيه ما يحتاج تقول. خليك كمل، انت قطعني على هذه السالفه. اي طبعا اقطعك. تكلم في الموضوع. اتكلم. لا تصارخ. لا تصارخ. اتكلم. لا تصارخ. تسمع. انت الحين قمت تصارخ. والله يبا زين. انا بتكلم. والله زين. يا لا حول ولا قوه. والله زين. والله انا استغرب. والله العظيم. رئيس مجلس. انت الحين يعني انت مصدق نفسك. تكلم في موضوعك.